تعرف مواقع التواصل الاجتماعي حديثا غير مسبوق عن ملف اللاجئين الأفارقة بالجزائر بين مؤيد لدعوات ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم وبين مطالب بالإحسان إليهم والتعامل مع الملف بإنسانية. يأتي هذا بعد شكاوي عديدة لبعض المواطنين الجزائريين من الأفارقة، رغم أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت أن الجزائر لن ترحل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم حفاظا على كرامتهم. يطالب العديد من الجزائريين بوضع حلول استعجالية لطي هذا الملف. ومعنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة منار فتني مختصة في القانون، ستوضح لنا كيفية التعامل مع الأفارقة وخاصة من الجانب القانوني. صباحك سعيد، أهلا بك معنا. صباح الخير سيدتي، وصباحكم سعيد لكل المشاهدين وكل من يصومون في هذا الشهر الكريم عبر بقاع العون. شكرا جزيلا لك. إذن الجزائر صرحت في الكثير من المرات أنها لن ترحل اللاجئين الأفارقة قسرا إلى بلدانهم. على ماذا ترتكز الجزائر في مواقفها، خاصة وأن الكثير من الجزائريين يسألون لماذا لا يرحلون اللاجئون الأفارقة؟ طبعا هذه الظاهرة ظهرت بعدما سمعنا شكاوي من طرف مواطنين ومواطنات وقصص من طرف فتيات غير مؤكدة، لأنه ما عندناش دليل فيما يخص القضايا اللي سمعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفضلي أستاذة منار فتني. شكرا لك. قبل ذلك يجب أن نؤكد بأن الجزائر لديها دورين مهمين، وأيضا لديها مسؤوليتين مهمتين. الأولى هي مسؤولية تاريخية، وهو إرث تاريخي باعتبار أن الجزائر هي من بين الدول الكبرى التي سندت حركات التحرر وقت حق تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها أيضا الجزائر عبر حقبتها الاستعمارية كانت قد لجأت إلى بعض الدول المجاورة مثل تونس والمغرب، وكان بها عدد كبير جدا من الجزائريين اللاجئين الذين فروا من ويلات الاستعمار ومن اضطهاد المستعمر وايضا من التقفيل العشوائي للمواطنين، وبالتالي فانها اخذت على عاتقها هذا الجانب الانساني الذي اعتقد جديدا بانه سوف لن تتوانى عنه مدى حياتها، وبالتالي فان هذا الجانب يجب ان يحترم في موقف الجزائر الدولي سواء على الصعيد الاقليمي او حتى على الصعيد الدولي، اي احدد سواء افريقيا بالنسبه للقائمين وإخواننا الأفارقة أو حتى بالنسبة للسوريين الذين نزحوا من ويلات ما يجري في بلدهم سوريا. لكن أيضا نعود إلى الجانب القانوني والقانون الدولي، أن الجزائر أيضا هي مصادقة على اتفاقية جنيف، أيضا على اتفاقية حقوق الإنسان، وبالتالي الجزائر بلد يحترم جدا المواثيق الدولية وهي سامية على القوانين الداخلية، وبالتالي أؤكد بأنه أيضا هناك إشكال بالنسبة للقوانين الجزائرية كون أننا لا يوجد لدينا إلى حد الآن، وهو أعتقد أنه نقص في هذا الجانب. أعتقد بأن المشرع الجزائري سوف يتدارك هذا الأمر لكي يصبح مسير لما اتفقت وما صادقت عليه الجزائر بالنسبة للقوانين الدولية، أنه لا يوجد لدينا قانون يتعلق باللاجئين، وبالتالي فإن أعتقد أن المشرع سوف يتدارك ذلك. طيب بالحديث عن المشرع، الجزائر فإنها أخذت على عاتقها أيضا أنها تستقبل اللاجئين، ولا ننسى الموقف الأخير الذي أخذته الجزائر وهي موقف ليس بجديد عليها، لأن الجزائر دائما تحتضن اللاجئين الفارين سواء من المجاعات، من الإرهاب، من الاضطهاد، من الاستعمارات، من كل ما هو مخل بحقوق الإنسان وما يضطهد حريات الأفراد والجماعات. طيب أستاذة منار فتني، بالنسبة للأفراد السوريين الذين كانوا يتواجدون في المغرب، أعتقد أنه يؤكد موقفها التاريخي وموقفها الدولي أيضا. صحيح. طيب تحدثني عن التشريع بالنسبة للأفارقة. وزير الداخلية نور الدين بدوي تحدث عن بطاقة وطنية ستمنح لهؤلاء الأفارقة. نعم، هذا الموقف هو
هو مشروع لم يجسد لحد الآن، لكن أعتقد أنه سوف يجسد على أرضية الواقع في الأيام القليلة القادمة، لأنه أصبح حتمية. وأعتقد بأن الجزائر أيضا كبلد قوي في ترسانته القانونية هي متأخرة إلى حد الآن في هذا الموضوع. طيب ماذا ستضيف هذه البطاقة أستاذة منار، حتى نوضح فقط الصورة، ماذا ستضيف هذه البطاقة للأفارقة؟ جدا الإضافة الإيجابية بالنسبة لهذه البطاقة هي أولا تحديد عدد النازحين للجزائر، أيضا بالنسبة للعلاج سوف يحدد علاجهم، وبالتالي سوف يحد من الأوبئة والأمراض التي تنتقل، خاصة هناك أمراض محددة بدقة في الدول الإفريقية، وبالتالي سوف تنعكس سلبا على أن المواطن الجزائري أو أي مواطن داخل الجزائر داخل التراب الجزائري سوف يتعرض للعدوى. أيضا بالنسبة للحقوق المدنية، نحن يجب أن نقر بأن الجزائر كسوق مفتوحة وكمشروع كبير في الإنجازات وفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هناك نقص كبير بالنسبة لليد العاملة في الجزائرية في الجزائر، وبالتالي أعتقد بأنه قبل أن تستورد اليد العاملة الصينية، أعتقد بأن إخواننا الأفارقة وهم متواجدون أصلا في بلدنا الجزائر هم أولى بهذا العمل، وبالتالي فإن هذه البطاقية الوطنية هي من شأنها أن تحدد كل المسؤوليات وأيضا تحديدهم مدنيا، وبالتالي أيضا يمكن استفادتهم من تواجدهم في الجزائر. بالحديث عن الاستفادة من تواجدهم أستاذة منار، فتني في سؤال آخر فقط، الأكيد أنه وقعت مشاكل كثيرة في مناطق مختلفة بسبب اللاجئين الأفارقة، حرب شوارع، اعتداءات، سرقة أيضا، لماذا فشلت الدولة في التحكم بهم، وهل الترخيص لهم لتشغيلهم كفيل بالحد من خطر بعض الأفارقة، حتى لا نقول كل الأفارقة، لاجئي الأفارقة المتواجدين في الجزائر؟ نعم، يجب أن نذكر المستمعين والمشاهدين بأن هناك مكتب دولي للاجئين في الجزائر، وبالتالي كل لاجئ يدخل الجزائر أعتقد بأنه سوف يذهب لهذا المكتب ويودع ملفه في هذا المكتب الدولي وهو بشكل رسمي، وبالتالي ينتظر الرد من هذا المكتب، وبالتالي وضعيته الجزائر يجب أن تنتظر إلى حين أن يرد عليه من قبل هذا المكتب، وبالتالي فإن أي إجراء أو أي إخلال بالقوانين الداخلية لهذا البلد المستضيف يجب أن تحترم، في حالة عدم احترامها أكيد أن القانون يسمو فوق الجميع، وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص أعتقد أنهم ليسوا كثر بهذا الشكل، يعني بعدد أنهم اتضحت الفكرة، وبالتالي يتعرضون للعقوبات مثلهم مثل المواطن الجزائري. جيد.